بعد العدوان على الزبارة عام 1937 بدأت عمليات الطمس الممنهج للمعالم السيادية للدولة الخليفية في الزبارة، ومن بينها قلعة صبحة، كما تم هدم المنازل والمحال التجارية لرعاية الدولة في الزبارة، وقاموا ببناء مبنى حديث في الزبارة بعد العدوان، وتحديدا في عام 1939 ميلادية. وفي ذلك وجه صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مذكرة احتجاجية للمعتمد البريطاني بخصوص عملية البناء، قال فيها: إننا ننتهز هذه الفرصة لنبين لكم أننا نعتبر هذا العمل عن طريقة غير قانونية، لأن الزبارة أحد مقاطعاتنا وفيها مقابرنا ومساجدنا. بينما استمرت تلك المذكرات في عهد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ففي 23 من فبراير عام 1947 ميلادية وجه كتابا إلى الكولونيل آي سي جلوي يوضح خلالها الطمس الحاصل في معالم آل خليفة في الزبارة، حيث قال له بأن القلعة الجديدة قد بنيت أثناء الخلاف ولم تكن سابقا في هذه المنطقة، وأن هناك إثباتات تامة بأن مأموري شيخ الدوحة قد أجروا كثيرا من التخريبات في بيوتنا والمحلات العامرة، كما تصلكم الشهادات على ذلك. أرفق صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بجانب مراسلاته السابقة وثيقتين موقعتين من قبل 18 شخصا باعتبارهم شهود عيان يثبتون فيها الاعتداءات وطمس معالم الدولة السيادية في الزبارة، وعلى رأسها قلعة صبحة، وهدموا بيوت رعايا البحرين في الزبارة. قالوا فيها: نحن الواضعون أسماؤنا أدناه نشهد شهادة لله أن البيت المبني في الزبارة إن الحصى من قلعة مرير، والسقوف والأخشاب من المنازل التي كان فيها أتباع آل خليفة في منطقة الزبارة. وقد رد المعتمد البريطاني الكولونيل آي سي جلوي على مراسلة صاحب العظمة بكتاب مؤرخ في 9 من مارس 1947 ميلادية، قال فيه بخصوص القلعة الجديدة بمرير: إنني على علم بأنها بنيت بعد اضطرابات سنة 1936 ميلادية، ومن مواد أخذت من بناية أو بنايات كانت في ذلك الوقت موجودة في المرير. الدكتور حسن بن محمد آل ثاني نائب رئيس هيئة متاحف قطر شهد أثناء تحقيقه كتاب مجموع الفضائل في فن النسب وتاريخ القبائل على دوافع طمس معالم قلعة صبحة العريقة، فذكر في تحقيقه للكتاب المذكور ما يلي: وقد أمر الشيخ أحمد بن علي بن عبد الله حاكم قطر في الستينات من القرن الماضي بإزالة أطلال مرير وتم تسويتها بالأرض، وكان ذلك ردا على ما قاله أحد شيوخ الخليفة إن مرير تشهد على تاريخ آل خليفة، وهذا قول متعارف عند أهل قطر، وقد أخبرني به صالح بن حمزة الكواري وهو ممن اشتركوا في هدمها بالشيول كما قال. ومن وجهة نظر علمية فإن ذلك يعد خسارة أثرية هامة. وذكر الباحث والأكاديمي القطري الدكتور علي بن خليفة الكواري في كتاب خاص بمذكراته الشخصية الموسوم بالعوسج عن إحدى رحلات الكشافة المدرسية إلى الزبارة عام 1957 ميلادية، حيث ذكر معلومات فريدة عن مشاهداته وتناول فيها هدم القلعة بالبلدوزر في مطلع الستينات واستخدام حجارتها لدفن فرضة عشيرج شمال قطر، حيث قال: ومن النشاطات المدرسية أذكر قيام المدرسة عام 1957 ضمن نشاط الكشافة برحلة إلى الزبارة وقلعتها الأثرية التي لم يعد لها وجود اليوم بعد أن ضربت بالبلدوزر من أساساتها في مطلع ستينات القرن العشرين، وقيل أن حجارتها استخدمت في دفن فرضة عشيرج شمال قطر، وقد كانت قلعة الزبارة تلك بناء كبيرة أشبه بمدينة على بعد حوالي 2 كيلومتر عن البحر جنوب غرب القلعة الحديثة الراهنة
التي شيدت بعد حرب الزبارة في عام 1936 ميلادية، ويبدو أن تلك القلعة التاريخية معدة لمواجهة الحصار من البحر والبر، وكان يربطها بالبحر قناة مائية وبها آبار ماء ومخازن وحظائر. ويردف الكواري أخذنا صور معروضة أحداها أدناه واقفون على جدار أحد أبراج القلعة التاريخية المرتبطة بمدينة الزبارة بل بتاريخ قطر وأهلها، والذي أزيل ولم يعد له أثر اليوم. الحقوق تبقى للأبد. كان هنا في هذه الأرض البحرينية الأصيلة مجتمع متكامل، كان هنا العلم والدين والتسامح والوئام والحرية، كانت هنا المنازل والقلاع والمساجد والأسواق والموانئ والتجارة والرخاء، كان هنا الأمن والاستقرار ومأوى العلماء ومبتقى التجار وموطن هجرة الأهالي والقبائل الذين عانوا من الاحتلال والقرصنة ومن أطماع القوى الأجنبية على ضفاف الخليج. كل ذلك تم تخريبه عمدا، مجتمع مسالم تم تهجيره خسرا، نهضة حضارية وعمرانية تم هدمها وتسويتها بالأرض طمعا في خيرات هذه الأرض. إلا أن كل ذلك لا يغير من التاريخ شيئا مهما حاولوا طمسه، ولا يسلب من الحقوق شيئا مهما تقادم به الزمن، فالحقوق تبقى للأبد.